السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن معلومة جديدة جدا، اللي هي أهمية البقدونس وفايده إيه. البقدونس دوت من أهميته لها كبيرة قوي. تعالوا ما نتكلم فيها ونقول شوف إيه أهمية البقدونس. أول حاجة إن هو طبعا البقدونس دوت بينقي كليتين من السموم، فكوب من العصير البقدونس لديه القدرة على غسل الكليتين. طبعا وإحنا عارفين أهمية الكليتين بالنسبة للجسم الإنسان. تاني حاجة هنتكلم عنها إن هي إن إزاي ننقي من السموم، تنقي من السموم كمان بيقوي مناعة المناعة، ويعمل عصير البقدونس على تقوية الجهاز المناعي للجسم، وكمان يساعد الجسم في مقاومة العدوى البكتيرية اللي بتهاجم الجسم، كمان يحسن الهضم. يا رب تكون المعلومة بتاعتنا مفيدة ليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن فايدة جديدة ومعلومة حلوة جدا لنا بالنسبة للإنسان. تعالوا ما نشوف فايدتنا ايه وجمالها ايه. طبعا زي ما انتم شايفين عين الجمل فوائدها حلوة قوي. ايه أهمية فوائد عين الجمل؟ ان هي عين الجمل دي فيتامينات ومعادن الغذائية الموجودة بالعين الجمل مفيدة في الحفاظ على صحة الأم والجنين، وطبعا بتعمل على مناعة الإصابة بالسكر اللي هي بالنسبة للحامل، وتنظم مستوى السكر الدم، وتساعد العين الجمل دي على حماية من المخاطر إصابة الجنين بالربو والكاريزما والحساسية، ومفيدة جدا في تعزيز نمو الجهاز الهضمي للجنين في بطن الأم. يعني بالنسبة لنا إن العين الجمل دي مفيدة جدا جدا، وهي من أهم أنواع المكسرات المشهورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنقدم فوائد حلوة جدا ومعلومة حلوة جدا، اللي هي معلومة عن الملوخية. الملوخية كلنا طبعا عارفين ان هي طبعا الاكل المحب لينا، وكبار وصغار بيحبوها. الملوخية طبعا بتحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم. عارفين ان هي حماية وبتحمينا من الامراض والفيروسات، ان هي طبعا لها فوائد كتيرة زي فيتامين سي ومضاد للأكسدة. طبعا عارفين ان الملوخية بتحتوي على نسبة عالية جدا من الفيتامينات ولها فوائد عديدة على الجسم. اللي هي ايه الفوائد بتاعتها ديت؟ ان هي طبعا بتعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي، وتحدث من خطورة الفيروسات والعدوى. كمان بتحتوي على نسبة عالية من نسبة ضغط مستوى ضغط الدم في مرضى اللي هو مرضى الضغط المرتفع اللي هم عندهم الضغط يعني. كمان بتحتوي على نسبة عالية جميلة جدا جدا وهي فيتامينات، وتعمل على علاج فقر الدم وتعوض الحديد النقص في الجسم، يعني الأنيميا اللي أطفالنا دايما عندهم الأنيميا دي جميلة جدا جدا. طبعا بتحتوي الملوخية على نسبة عالية من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي والاضطرابات الهضمية وعسر الهضم، كمان بتعمل على مستوى ضبط السكر في الدم، كمان بتعزز اللي هي التوقيت تقوية القلب والأوعية الدموية وحماية من تصلب الشرايين والجلطات. يا رب تكون معلوماتنا مفيدة ومهمة ليكم دايما، وتكون معلوماتنا كلها ممتعة إن شاء الله. عن الزيتون وأهميته. الزيتون وانتوا عارفين ان الزيتون له انواع كتيرة وفايده حلوة كتير كتير، مهمة جدا للانسان وعلى صحة الانسان. اول حاجة هنعرفها ان هو الزيتون الاخضر ده من انواع المكملات اللي بيفضلها كتير من الناس. بالنسبة للزيتون القلماطة طبعا بيرفع مستوى ضغط الدم ويحافظ على صحة القلب، وانتوا عارفين طبعا ان هو مفيد جدا للانسان. طبعا نتكلم عن الزيتون بحلاوته وجماله، طبعا كلنا بنحبه. طبعا زيت الزيتون مهم جدا للانسان برضو، للشعر بيبقى حلو جدا جدا ومغذي للشعر، وطبعا في السلطات بيبقى حلو وجميل برضو، مفيدة للسلطة والجسم طبعا بعمته. طبعا بيقوي مناعة الجسم جدا جدا، وحلو طبعا فوائده متعددة، وبيحتوي على انواع كتيرة بالنسبة من الفيتامينات. اهلا بيكم حبايبي. النهارده هنتكلم عن معلومه حلوه جدا ومفيده جدا لينا، اللي هو البتنجان الرومي او البتنجان الاسمر زي ما بنقوله. ايه اهميته وايه فوائده؟ تعالوا نتكلم مع بعض ونشوف فوائده ايه واهميته ايه. اول حاجه عارفين ان احنا طبعا البتنجان ده من انواع الاطعمه الغنيه جدا بالفيتامينات والمعادن، اللي هي ايه تساعد على تعزيز صحه القلب وحمايه من الامراض، وحيث انها يحتوي على الحديد والمضاد للاكسده. كمان في كمان ان هو عارفين ان فوائده له حلوه جدا، اللي هو البتنجان الاسمر كمان له فوائد حلوه بنسبه عاليه على من الحديد والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحه الجسم وعلاج فقر الدم. كمان عارفين ان
البتنجان دوت بيساعد على صحة الجهاز المناعي ووقاية من الفيروسات والعدوى، يعني هو مفيد جدا جدا لحماية الجسم، لحماية الجهاز المناعي، ويعمل على تقوية القلب وحمايته من التصلب والشرايين والجلطات. يحتوي نسبة عالية جدا من الفيتامينات الغذائية، ويحتوي كمان الفيتامين ده على نسبة كبيرة من الخصائص والفيتامينات التي تعمل على تنشيط الجسم وتمد بالطاقة والحيوية. كمان عارفين ان نسبته حلوة جدا جدا ونسبة عالية مضادة من الأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية. وكمان البتنجان بيعمل على صحة الجهاز العصبي وحمايته من الجلطات. ورب يكون فيديونا خفيف عليكم ومعلوماتنا حلوة وشيقات تعجبكم دايما يا رب العالمين، ونشوفكم دايما في فيديو جديد.